للمظاهر، وما أحتاجه هو ما تحتاجه المرأة من حب. سباستيان يهملني دائما ولا أحتمل هذا. ما بك مزعج؟ أيجدر بي أن أكون سعيدا؟ يجب الانصراف. ولماذا ننصرف خورخي لويس؟ طبعا إن أردت يمكنك البقاء ليستمر سباستيان أردونيز بمغازلتك. لا تكن غبيا، فأنا لا أشعر بوجود هذا المغفل المغرور. لكنه معجب جدا بك، إياك اعتباري مهتما. لا، لأني أعرف أنك لا تهتم بي إطلاقا. أنت محط الإعجاب، ولطالما تقبلت مجاملاتي وغزل الأغلب والأقوى. لماذا تصر على اتهامي دائما؟ لا بأس، آسف، أجعلك ضحية مزاجي السيء. في النهاية أنت زوجتي وأراني أحسد عليك. وأنا لا أحب سواك حبيبي. أعرف حبيبتي، أعرف جيدا، وأعرف أنك لن تعيري سيباستيان أردونيز لفتة. إن هو إلا عجوز مسكين زوج امرأة شابة لا يردعها رادع. أستأذن رودولف. تفضلي. مبروك خورخي لويس، كانت زوجتك نجمة الحفلة لدرجة أنها أثارت جنون زوجي. لا أظن من الصعب إثارة جنون زوجك ميستيكا. أتعلمين يا هذه؟ خورخي لويس وأنا كنا حبيبين إلى درجة الجنون. كان أول من سرق قلبي ولم يعده إلي بعد. يا لمزاحك ميستيكا. إذن أنت سعيد بالجائزة. أجل سعيد؟ حسنا، عليك أن تشكر هذه الجاهلة على الجائزة، لأنه عندما يعجب زوجي بامرأة يحار ماذا يفعل ليرضيها. الفائز بالجائزة الثانية مشروعه أهم، وسيباستيان تشاجر ورودولفو مانسيا بهذا الشأن، لكن ماذا علي أن أقول مهما حصل؟ فأنت الرابح وزوجي ينتظر مكافأته طبعا. حسنا، انظري ما أفعل بالجوائز التي لا أستحق والتي تعطى لي بهذا السبب. انظري ما أفعل، انظري. لسنا كلنا أنذالا ميستيكا. لم أقصد ذلك، لكني. وأنت لما لا تغفرين لي كوني لم أحبك قط؟ أنت لم تغفر لي الوضع المحرج الذي أوقعتك فيه. كيف تتمكن من مطارحتي على الغرام؟ الجواب على أفضل وجه، وننتظر طفلا. أمتأكد أنه مين؟ اخرس أيتها المرأة الحائلة. أمل أن تخبرها ما كان بيننا. تعرف، والآن أريدها أن تعلم أنني قطعت كل صلة بك ولم أعجب بك أبدا. أيتها الشريرة. يا لخشونتك. هيا ماريا مرسيدس، ليس لنا من عمل. سنذهب، ولكن انظري. بالإذن. ماريا مرسيدس باسربير الأفساد. لابد سيباستيان استاء منك مانيوليا. مني؟ لماذا؟ انتزعت اللقمة من فمه. لكن رأيتك لا تنكري. بالضبط، سيباستيان كان يتحرش بالمرأة الشابة ويسخر من زوجها، فغضبت وحاولت منعه. الخلاصة أن زوجتي وزوجة سيباستيان تسببتا بفضيحة. أتعرف ما جرى بالضبط؟ لا، سيطلعني سيباستيان على التفاصيل غدا. لن ينفذ مشروع خورخي لويس ديل أولمو، وسيباستيان أردونيز لن يخطئ بفرصة لإغواء ماريا مرسيدس. وما همك أنت؟ يهمني أكثر مما تتصور. أريدك صديقة معي ماريا مرسيدس، أخبريني الحقيقة. بأي حقيقة؟ هل الطفل الذي تحملين أهو ابني؟ لما تشك بأمره؟ أجيبي أكلمك، أهو مني؟ هذا أكيد خورخي لويس، إنه طفلك أنت بالطبع. كيف لا وأنت الوحيد الذي عرفته في حياتي كلها، والوحيد الذي أحببته. تحبينني ماريا مرسيدس؟ لطالما أثبت ذلك، لماذا أشك بك؟ لست مهتمة برجل آخر. لا أبدا، أقسم بالله الذي وهبنا حياتنا وحياة طفلنا أيضا، الله وحده هو العالم أنني أحمل ثمرة حبنا منك.
نعم أعرف أنك لا تكذبين، ربما أنت جاهلة ساذجة، لكن لا أشك بحبك. عدت إلى الحياة بين ذراعيك ماريا مرسيدس. كنت ميتا. يا إلهي، أنت تقول أشياء غريبة. خلتني قد ضعت، استعدت إيماني، والفضل لك أنت ماريا مرسيدس، الفضل لك. اعلمي أنني من الساعة سأكون زوجا كما تقتضي الأصول. من الساعة سأبقى معك في هذه الغرفة لنعيش كما يعيش الزوج والزوجة، زوج وزوجة، زوج وزوجة، زوج وزوجة. ما بي زوجي العزيز؟ لا أفهم كيف مزق ذلك المبتدئ شهادته. الواقع أنا مسرور، عذر جيد كي لا ننفذ مشروعه. خارخ لويس أصيب بالغيرة وأنت لم تكن متحفظا حبيبي. ماذا فعلت؟ طلبت من زوجتي الفائز مراقصتي، كان واجبا اجتماعيا. لقد ذهبت بعيدا في واجبك الاجتماعي سيباستيان. ألي هذا السبب أخذتها زوجة رولف منسية مني؟ هذا ممكن. بما تحدثت إلى ديل أولمو وزوجته؟ كنت معهما عندما سحب؟ ماذا قلت لها ميستيكا؟ لم أنسى أنك كنت حبيبة ديل أولمو. أصبح مجرد حاقد علي، لقد أخذتني منه والآن تحاول أخذ زوجته أيضا. لكن لم يكن مغرما بك. أنت مخطئ جدا. ما حصل هو أن خورخي لويس عرف أنني امرأة طموح، عجز عن تقديم ما يرضيني، وضعت حدا، اخترتك، لم يقوى على تحمل الصدمة. عجل عجل، حسنا لننسى الموضوع، أنا متعب الآن. لقد تبخرت أحلامك سيباستيان. تبخرت؟ الأيام بيننا سنرى. شكرا للسعادة التي تغمرنا بها يا الله. أضع حبي بين يديك وخورخي لويس والطفل الذي سأرزق به، وباركنا يا الله، باركنا. مرحبا. تفضلي. شكرا. ماذا تستغربين ما افعل؟ طبعا لا تعرفين انني وماريا مرسيدس نقضي الان شهر العسل. انت تمزح صحيح؟ لا 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 امي لا، حزمت امري البارحة. ماريا مرسيدس زوجتي وانا احبها، كما اننا ننتظر طفلا، مما يضاعف حبي لها. كفى، هيا بنا جبنا. اي امي انتظري، لم انهي فطوري بعد. قلت هيا بنا. ماذا حل بهما؟ لا 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 حبيبتي لا تقلقي، اجلسي. أتريدين الزبدة والمربى؟